رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر بقضية حصانة ترامب عن أحداث الكابيتول، وأكدت أن الرؤساء السابقين يتمتعون بالحصانة المطلقة عن أفعالهم الرسمية لا الشخصية. وأحالت المحكمة العليا قضية حصانة ترامب إلى محكمة أدنى من جهته، وفي أول تعليق على قرار المحكمة وصف ترامب القرار بالانتصار. أما حملة بايدن فنددت بهذا القرار، معتبرة أن ترامب يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها. رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الانتقادات الموجهة لأداء الرئيس جو بايدن في مناظرة الأسبوع أمام ترامب، وقال بلينكن إن سياسات بايدن عززت الثقة في القيادة الأمريكية عبر العالم. لقد رأوا رئيسا أعاد الاستثمار في هذه التحالفات والشراكات. إذا نظرتم إلى استطلاعات الرأي في جميع أنحاء العالم سترون أن الثقة في القيادة الأمريكية ارتفعت بشكل كبير خلال 3 سنوات ونصف الماضية. إن ذلك يمثل نتيجة السياسات التي نتبعها، وهم يرون أن الرئيس بايدن قاد كل تلك المجالات المختلفة بطرق تجمع الناس معا وتركز بنفس الطريقة على التحديات التي نواجهها. كشف موقع أكسيوس الإخباري أن كثيرا من الديمقراطيين باتوا يخشون أن يدفع الحزب برمته ثمن تجاهل معالم الشيخوخة التي يعاني منها الرئيس جو بايدن. يبدو أن أداء الرئيس جو بايدن في المناظرة مع منافسه دونالد ترامب قد أيقظ الحزب الديمقراطي من أحلام الانتصارات الوردية على الجمهوريين إلى واقع خسارة شبه مؤكدة. تقرير لموقع أكسيوس أشار إلى أن الديمقراطيين لا يخشون فقط الخسارة في المنافسة الانتخابية، وإنما يخشون الفوز أيضاً. الخسائر التي تسبب بها بايدن خلال فترة حكمه تجعل الديمقراطيين يخشون من تصرفاته إن فاز وبقي لسنوات أخرى. الديمقراطيون بدأوا في استذكار هفوات بايدن خلال السنوات الثلاث الماضية. شرود في الذهن، تشويش في الأفكار، ذاكرة ضعيفة أحياناً. تأثير الشيخوخة عليه يزداد يوماً بعد يوم بعكس منافسه الجمهوري دونالد ترامب. صحيح أنه يصغره بثلاثة أعوام فقط، لكنه بعمر 78 عاماً خاض عدة معارك قضائية بكل تركيز، وظل محتفظاً بأسلوبه المقنع لمناصريه. يجب على بايدن أن يخضع لاختبار لفحص قدراته الإدراكية، وعليه أن يخضع أيضاً لاختبار الكشف عن مواد مخدرة في جسمه. وفق مجموعة من المقابلات خلص أكسيوس إلى أن الديمقراطيين بين خيارين أحلاهما مر. إذا ما فاز ترامب في الانتخابات المقبلة فستكون النتائج مدمرة للحزب مع نهاية العام، أما إن فاز بايدن وتجاهل الديمقراطيون قدراته العقلية والذهنية فسيدفع الحزب ثمن ذلك مع انتهاء السنوات الأربع المقبلة. معنا من واشنطن مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي. أهلا وسهلا بك نادية معنا في 19. إذا تضاعف الحديث عن التشكيك في إمكانية استكمال بايدن لمهامه وترشحه لعهدة جديدة، ولكن كيف ترصدين لنا الأجواء وردود الفعل سواء من قبل الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين عن تنحيه، الأصوات المنادية بتنحيه قبل الانتخابات واستبداله؟ في الواقع بعض التسريبات قبل قليل ذكرت بأن السيدة الأولى جيل بايدن باتت تمنع الرئيس من الالتقاء مع قادة الحزب الديمقراطي الذين يمكن أن يؤثروا عليه ويطالبونه بالانسحاب. كما تعرفين كان هناك لقاء عائلي لبايدن مع ابنه هانتر وزوجته طبعا السيدة الأولى جيل بايدن وشقيقته فال وغيرهم من أفراد العائلة الذين كانوا يبتون في أثر هذه المناظرة واستمرار الرئيس في السباق من عدمه. طبعا أصوات الديمقراطيين الأولى كانت صادمة، وكانت هناك حالة من الهلع لأنهم يعني اعتقدوا بأن الرئيس انتهى بعد هذه المناظرة ولا يستطيع أن يصمد للأشهر القادمة. لكن يبدو بأن السيدة الأولى بالتحديد أثرت على هذا القرار، وخصوصا بعد انتهاء المناظرة عندما ذهبت إلى مسرح أو المنصة ومسكت بيده وقالت له أنك أبليت بلاء حسنا وأنك أجبت على كل الأسئلة، وكأن جو بايدن تلميذ لديها في المدرسة. كما تعرفين هي مدرسة.
وبالتالي هناك الكثير من الصورة الضبابية بالنسبة لما قد يحدث لاحقا. ما نعرفه أن حتى الآن جو بايدن متمسك في البقاء في هذا السباق، البعض اضطر إلى الدفاع عنه ومنهم الرئيس السابق باراك أوباما الذي يقال بأن هناك يبدو خلافا بينه وبين عائلة بايدن الآن، لكن علنا يدعم الرئيس لأنه لا يوجد هناك أي خيارات أخرى. هو قال بأن بالفعل كانت المناظرة سيئة، لكن المناظرات لا تحكم بالنسبة للناخب الأمريكي، يعني الحكم النهائي. ومن هنا أعتقد بأن جيل بايدن الآن تقول بأن أداء الرئيس لاحقا سيكون أفضل، وأنها يقال بأنها طالبت بإقالة بعض مستشاري الرئيس وخصوصا الذين حضروه لهذه المناظرة. طبعا البعض يقول بأن بايدن لم يطرد أي من مستشاريه ومن قربيه، وخصوصا الدائرة الضيقة التي بقيت معه مثل رون كلين وهو كان كبير موظفي البيت الأبيض سابقا وعمل مع بايدن لمدة 30 عاما أو أكثر. لكن التركيز الآن على أن بايدن هو مرشح الديمقراطيين، وأي محاولة لتغييره ستؤدي إلى حالة من الفوضى ولا اقتتال داخلي، وخصوصا بعد استبعاد كاميلا هاريس كنائبة الرئيس كمرشحة في حال قرر بايدن الانسحاب. لكن كما قلت يبدو بأن الرئيس وعائلة الرئيس متماسكة أمام الحزب وانتقادات الحزب بأنه بالفعل هو مرشح الحزب الديمقراطي وسيذهب إلى المؤتمر الوطني في منتصف أغسطس القادم. نعم. طيب نادية، يعني في البداية كانت الضغوط ربما من وسائل الإعلام الأمريكية الوازنة هي التي تحدثت عن استبدال بايدن، وحتى كان هناك ضغوط كبيرة. نتحدث عن فعالية هذه الوسائل الإعلامية، وهل تحركت فعليا بدافع ما نتج عن المناظرة، أم أنه هناك أيادي ترامبية في الموضوع إن صح التعبير؟ لا، هي يعني وسائل إعلام ليبرالية محسوبة نوعا ما على الحزب الديمقراطي أو تؤيد الرئيس والإدارات الديمقراطية بشكل عام، مثل هيئة التحرير في صحيفة نيويورك تايمز، أهم الصحف الأمريكية التي طالبت بايدن بالفعل بالتنحي لأنها ترى بأن بقاؤه في هذا السباق رغم كل ما يحاول البيت الأبيض أو حملة الرئيس التغطية بأنه هذه فقط كانت مناظرة سيئة، هي تدرك بأنه إذا استمر بايدن في هذا السباق سيخسر أمام الرئيس ترامب. هي تدرك بأنه يجب أن يكون هناك بديل للرئيس، لأنه عدم وجود بديل معناها فوز الرئيس ترامب. وصحيفة أخرى في ولاية جورجيا وهي أيضا موالية للديمقراطيين طلبت الرئيس من الرئيس التنحي، وعدد كبير على فكرة من المؤيدين للرئيس الذين يحترمونه ويقدرونه ويقولون بأن الرئيس كان معروف بحديثه المتمكن وبخطابه القوي، لكن هو تقدم بالسن واستخدم هذه الاستراتيجية من الآن. رأيناها طبعا في عطلة نهاية الأسبوع عندما كان في نورث كارولينا، كان يقول بأنني السياسات هي نفسها، الإنجازات هي نفسها، لكن الاختلاف هو أنني متقدم بالسن الآن ولا أستطيع أن أعبر أو أن أخاطب الجمهور الذي أمامي بالطريقة التي كنت أخاطب فيها قبل سنوات. لكن هذا غير كافي للناخب الأمريكي، وطبعا مستخدم بكل يعني صغيرة وكبيرة من تفاصيل في حملة الرئيس ترامب، الذين يقولون بأن المشكلة الرئيسية ليست التقدم بالعمر. هناك عدد كبير من السيناتورز مثلا في مجلس الشيوخ أكبر من الرئيس بايدن، لكن المشكلة بالفعل أن لديه يعني مشكلة إدراكية، عدم التركيز، تلعثم، حتى استخدام المصطلحات. عندما بالمناظرة كان يقول بأننا انتصرنا على نظام التأمين الصحي، يعني تصوري لم يكن يعرف، لم يكن لديه إدراك بأن الجمل الذي يحاول أن يربطها مع بعضها لا، يعني لا يوجد فيها منطق على الإطلاق، وكأنه حفظ الإجابات لكنه لا يستوعب ما يقوله. وهذه مشكلة أساسية للناخب الأمريكي مهما حاول البيت الأبيض أو حملة الرئيس أن يغطوا عليها أو يعطوا أسباب الفعل للرئيس. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي.